بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد للحديث عن الوحدة الثانية من كتاب تاريخ الأردن والمعنونة بالإنجازات السياسية للملوك الهاشميين. في هذه الوحدة طلابي سيتم الحديث عن الإنجازات السياسية الداخلية والخارجية لكل من الملك عبد الله الأول، الملك طلال، الملك الحسين، والملك عبد الله الثاني رحم الله منهم وحفظ الله الملك عبد الله الثاني. في هذه الوحدة سيتم دراسة كل ملك من الملوك الهاشميين على حدة وبأسبوع معين، مفصل ومبين فيه ما له من إنجازات داخلية على مستوى الوطن وما له من إنجازات خارجية على مستوى الوطن أيضاً وعلى مستوى العالم من حولنا. إذا ما انتقلنا بداية للحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الأول، في هذا الدرس طلابي سنتعرف على حياته ومولده وأين ولد، بعد ذلك سنتعرف على الإنجازات السياسية الداخلية للأمير للملك عبد الله الأول، وسنتعرف على الإنجازات الخارجية. قبل أن نتعرف على الإنجازات الداخلية والخارجية نتعرف على من هو. هو عبد الله بن الحسين بن علي، ولد في مكة عام 1882 ميلادي. تعلم القراءة والكتابة والعلوم الدينية على أيدي نخبة من شيوخ عصره، ثم انتقل بعد ذلك مع والده الشريف الحسين بن علي إلى الإستانة اسطنبول وأتم دراسته فيها، وعند إعلان الثورة العربية الكبرى عام 1916 تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من الأتراك. الملك عبد الله الأول عرف بعدة كتب ومؤلفات، منها كتابه المذكرات وجواب السائل عن الخيل الأصائل والأمال السياسية وخواطر النسيم. كل هذه المؤلفات جمعت في مجلد واحد تحت عنوان الآثار الكاملة للملك عبد الله الأول. وانظر طالب العزيز، هذا سؤال جاء في الامتحان الوزاري، أي ما اسم المجلد الذي جمع فيه مؤلفات الملك عبد الله الأول. وعليك أيضا أن تفرق ما بين الإنجاز، ما بين مؤلفات الملك عبد الله الأول ومؤلفات الملك حسين ومؤلفات الملك عبد الله الثاني. أيضا طلابي، من الإنجازات الداخلية الخارجية للملك عبد الله الأول مشروع سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، وحدة الضفتين، وما هذه سنتعرض لها خلال الدروس القادمة والأسابيع القادمة. بعد ذلك طلابي سيكون لنا لقاء مع الإنجازات السياسية للملك طلال. والملك طلال رغم قصر مدة حكمه وذلك بسبب ظرفه الصحي، إلا أنه كان له بصمة، وبصمة واضحة وجميلة، ولعل من كلها بصمات واضحة، ولكن هناك بصمة داخلية ألا وهي إنشاء الدستور الأردني وإنشاء ديوان المحاسبة. والملك طلال ولد عام 1909، درس في عمان، أنهى دراسته والتحق بالكلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، تخرج عام 29، ثم عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود العسكرية وبكتيبة المشاة الثانية
في عام 47 عين وليا للعهد، وهذا سؤال وزاري جاء ذات مرة، في أي عام عين الملك طلال وليا للعهد؟ طبعا الملك طلال شارك في عدة حروب مع فلسطين في فلسطين، وهو كان في الخطوط الأمامية من المواجهات العسكرية، كان له أثر كبير في رفع معنويات الجيش المقاتل في القدس، واستشهد إثر استشهاد والده الملك عبد الله الأول على أبواب المسجد الأقصى في عام 1951 نودي به ملكا للبلاد، أي أنه استلم وليا للعهد في 47 وعين ملكا في 51 بعد استشهاد الملك عبد الله الأول. كما قلنا من إنجازاته الداخلية الدستور، وهناك ديوان المحاسبة، ومن الأمور الخارجية التحسين على علاقات مع الدول العربية وتوقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك. بعد ذلك طلابي ننتقل بهذه الوحدة للحديث عن الملك الحسين رحمه الله. والملك حسين له الكثير من الإنجازات الداخلية والخارجية، وهو ألباني، ولد في عام 35، نشأ في كنف والده الملك طلال، حظي برعاية لجده عبد الله الأول، تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، وبعد ذلك انتقل إلى عدة جامعات، وتخرج من جامعة هيرست العسكرية في إنجلترا لإتمام دراسته، وفي عام 52 انتقل الحكم للأمير الحسين بعد أن تنازل عنه الملك طلال بن عبد الله، ولعدم بلوغ الأمير الحسين سن 18 قمرية قرر مجلس الوزراء بتعيين مجلس الوصاية على العرش بمقتضى الدستور حتى استمر عام 53 وتسلم جلالة الملك سلطاته. من الإنجازات الداخلية للملك الحسين رحمه الله تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، تعديلات دستورية، ومن الإنجازات الخارجية مشاريع الوحدة العربية كالاتحاد العربي الهاشمي، وهناك مجلس مشروع المملكة المتحدة، مجلس التعاون العربي، وله عدة بصمات على المستوى الخارجي. بعد ذلك ننتقل للحديث عن الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأطال الله في عمره. هو من مواليد عام 62، وهو الابن الأكبر لجلالة الراحل الملك عبد الله الملك الحسين رحمه الله. ولعل العبارة التي أمامنا والتي قال فيها بمناسبة مولد الملك عبد الله الثاني، قال جلالة الملك الحسين رحمه الله: ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلى أن تفخر إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. هذا من كلمات الملك الحسين بمناسبة مولد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. تلقى تعليمه في الكلية الإسلامية، وانتقل إلى مدرسة سانت في إنجلترا، وبعد ذلك تخرج من ساند هيرست العسكرية وتدرج في السلك العسكري في الأردن، وله بصمات واضحة في المستوى الداخلي والخارجي، منها إنشاء محكمة دستورية، هيئة مستقلة للانتخابات، والعمل على إعادة النظر بالقوانين العمل السياسي، قانون اللامركزية الذي أصدر عام 2015. أيضا حاليا هناك يعني لم يعمل تحديث به على الكتاب، وهو التعديلات الدستورية وإعادة الدستور بصياغة جديدة بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب. أيضا لجلالة الملك أوراق نقاشية، يعني بكل ورقة سيتم الحديث عنها على حدة، من الورقة الأولى حتى الورقة الثامنة، بالأوراق النقاشية عن التعليم والصحة وغيرها،
من الأوراق النقاشية، من الإنجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني حفظه الله العمل على دعم القضية الفلسطينية وإبراز صورة الإسلام السمحة من خلال رسالة عمان، والمشاركة الفاعلة في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية، والحصول على الأردن على عضوية دائمة لمجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة على التوالي. هذا طلبتي حديثنا عن هذه الوحدة بحول الله وقوته، شاكراً لكم حسن الاستماع، على أمل اللقاء بكم. دمتم برعاية الله أحبتي.